أهلا بيكم، معاكم دكتور محمد المندوب، وهنشرح النهاردة البري إكلامس. هي البري إكلامس هي أي حاجة هنشرحها، بس هو مش فقط البري إكلامس، هي مجموعة كاملة من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. يعني احنا لو جينا نبص مع بعض هنلاقي الست الحامل لو عندها ضغط دم، أنا ما عنديش غير احتمال من اتنين، يا إما عندها ضغط عندي من زمان، مريضة بطنة كرونيك هايبرتنشن قبل البريجنسي، يا اما جالها هذا الضغط عندي العالي دي نيفو جالها دلوقتي اثناء الحمل، مريضة نساء، وهي دي اللي هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل، وهي دي اللي بنسميها البريكلامس. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه الانواع المختلفة من الهايبرتنسيف ديس اوردرز، وتعالوا نشوف اول حاجة اللي احنا بنسميها البري اكلامسيا، او اما يجي لها تشنجات يبقى اسمها الاكلامسيا جروب. نتخيل ان هو ده الحمل معايا بالمنظر ده، وعيانة داخلة الحمل كده، واما نيجي نقيس الضغط بتاعها، الضغط بتاعها is normal او was normal، وفجأة في الاسبوع العشرين ايه اللي هنبتدي نلاحظه؟ هنبتدي نلاحظ ان الضغط عمال بيعلى، الضغط عمال بيعلى، وامتى الضغط هيرجع يدروب تاني ويبقى نورماليزد؟ عند الولادة فقط، وساعتها الضغط هيرجع نورمال، والعيانة هتطلع عندي من قصة الحمل والولادة نورمال زي ما كانت فيه قبل كده. القصة دي غريبة، القصة دي مش مجرد عندي عبارة عن هايبرتنشن وبس، وهذا الهايبرتنشن بيجي بعد الاسبوع العشرين في الحمل في واحدة كانت سليمة قبل كده، لا ده مصاحب معاه بمشاكل كتيرة قوي، يا اما يبقى معايا بروتونوريا، يا اما يبقى معايا اند اورجان ديسفانكشن، يا اما هما الاتنين مع بعض، وهذا الكلام ممكن يأذي عندي المذر او ممكن يأذي عندي الفيتس. تعالوا نشوف ايه الديفينيشن الاخر اللي معايا. كرونيك او بري اكزيستنج هايبرتنشن، هي دي مريضة البطنة اللي انا بحكي لكم عليها. شوفوا الضغط عندي قبل الحمل كان عالي ازاي. طب وايه اللي حصل هنا اما العيانة وصلت للاسبوع العشرين؟ ايه اللي حصل في الضغط اللي كان عالي قبل الحمل؟ والله فضل عالي زي ما هو. طب وايه اللي حصل للعيانة دي وقت الولادة؟ والله فضل الضغط عالي برضو زي ما هو. يعني العيانة مثلا ضغطها 140 على 100، فضلت طول الحمل 140 على 100، وطلعت من الحمل عندي 140 على 100، ما فرقش معايا حاجة خالص، مجرد ضغط دم عندي من ايام ما كانت مريضة بطنة قبل ما تخش في الحمل، موجود قبل الاسبوع العشرين، وموجود طوال الحمل، وموجود في الولادة، ومكمل عندي بعد 12 اسبوع، بعد 3 شهور من البربريوم. طيب تعال نشوف الانتيتي اللي بعده. الانتيتي اللي بعده ان هما يبقى هما الاتنين مع بعض، النسا مع البطنة. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني يجيلي البري كلامس اللي احنا اتكلمنا عليها دي تبقى سوبر امبوزد على كرونيك هايبرتنشن. ايه الكلام الغريب ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. ادي الحمل، العيانة اصلا مريضة بطن، يعني ضغطها ماله عالي، ودخلت الحمل كده. ايه اللي حصل بقى في الاسبوع العشرين؟ الضغط عندي عالي زي مين بالظبط؟ زي العيانة بتاعت البريكلامسيا. علشان كده احنا بنقول البريكلامسيا ركبت على الضغط المزمن اللي كان عندها، سوبر امبوزد. طب وايه اللي حصل عندي وقت الولادة؟ الضغط رجع هدي تاني، مهديش للاخر، لا هدي ورجع للنورمال هاي ستيتس اللي هي كانت فيها قبل كده. يعني بمنتهى البساطة تحس ان الضغط العالي اللي عندها have been aggravated عندي بالحمل. مش كده انا بحب اقول الاسم بتاع this is called the pregnancy aggravated hypertension. الله، امال الاولانية دي اللي ما كانش عندها ضغط خالص قبل كده وفجأة الحمل هو اللي جاب لها عند الضغط، هسميها ايه؟ هسميها the pregnancy induced hypertension، اللي هندرسها النهاردة بمنتهى التفصيل البريكلامسيا، ولو اتشنجت يبقى بقى اسمها اكلامسيا.
امال عينه البطنه دي اسمها ايه؟ اسمها ذا بريجننسي اسوشيتد هايبرتنشن، هو مجرد ضغط دم عالي اسوشيتنج مين؟ اسوشيتنج عندي الحمل. وكده عندي درست الثلاثه انتيتيز المهمين اثناء الحمل. بس قبل ما نخش في تفصيل البريكلامس دلوقتي حالا، في نوع لوحده كده اسمه ايه؟ اسمه عندي جاستيشنال هايبرتنشن. ايه الفرق بينه وبين كلمه البري اكلامس اللي احنا بنقولها دي؟ ان هو عندي الضغط عالي فعلا بعد الاسبوع العشرين، لكن ما فيش عندي لا بروتينوريا ولا في عندي اي مشاكل اخرى من الاند اورجان دامج او اند اورجان ديسفانكشن كاركترستيك للبري اكلامس. هي مجرد عندي ضغط عالي وخلاص، علشان كده بيسموها عندي جاستيشنال هايبرتنشن. But take care ان بعض العيانين دول ممكن يجولهم بريتونوريا بعد كده مع تقدم الحمل، وتبقى العيانة دخلت بعد كده في بري اكلامس. ادي اول حاجة، وكانت بس شخصناها جاستيشنال هايبرتنشن ايام ما كان عندها الضغط عندي فقط. طيب والعيانين الاخرين، وبعض العيانين الاخرين هيروح عندي مكملين بعد الولادة، الضغط هيفضل عالي. الله، ساعتها كده دي هقول دي غالبا كانت مريضة بطنة والضغط عندها كان عالي من زمان، بس احنا ما كناش لو واخدين بالنا او لو كنا عندي قايسين الضغط. يبقى كده بقى عندي فيه اربع انتيتيز مشهورين، يا اما بريكلامسيا pregnancy induced، يا اما chronic hypertension pregnancy associated، يا اما preeclampsia super imposing عندي ال chronic hypertension pregnancy aggravated، يا اما entity لوحدها ان مجرد الضغط عالي فقط. تعالوا بقى نشرح مع بعض دلوقتي اهم واحدة فيهم اللي هي مين؟ ال preeclampsia، اللي تمثل حوالي 5-10% من العيانين الحوامل اللي عندي، علشان كده هذا الموضوع غاية في الأهمية. هو الصراحة الغريب في البريكلامسيا المنظر ده، يعني العلماء قعدوا احتاروا قالوا يا ترى ايه الحاجة اللي ظهرت عندي جديدة في الاسبوع العشرين وأدت إلى العلو بتاع الضغط الدم العالي. وأنا بس عايز أفكركم، هو مش ضغط الدم عالي وبس، ده كمان affection لي multi system organs plus البلاسينتا plus البيبي اللي عندي. وبعدين فجأة إيه اللي خلى الموضوع ده يختفي عندي وقت الولادة؟ فلو جينا فكرنا مثلا في واحدة ست حامل بالمنظر ده، إيه اللي كان موجود عندها من الأسبوع العشرين وبعدين على الاسبوع الاربعين مثلا يعني وقت الولادة عندي اختفى؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. عندك مثلا اليوترس، اليوترس كبر قوي في الوقت ده وبعدين بعد الولادة رجع لحجمه الاصلي. وعندك تاني حاجة ممكن نفكر فيها البيبي نفسه، يعني كان موجود وكبر وبالولادة اختفى، يعني العيب ممكن يكون موجود هنا او العيب ممكن يكون موجود هنا. طب والحاجة التالتة البلاسينتا، فعلا اتوجدت من الفترة دي من الاسبوع ال 12، كبرت او على الاسبوع ال 20 واختفت وقت الولادة. هسيبكم تفكروا ثواني وتقولولي يا ترى العيب في مين من التلاتة دول. وعارف طبعا اكيد ان الاجابة ان اكيد المشكلة والعيب هي في البلاسينتا، لان ده الاورجن الوحيد اللي هو الفاسكولار، واحنا بنتكلم على مشكلة كلها عبارة عن فازوسبازم وفازوكونستريكشن وحاجات بتؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم، فاكيد بنتكلم على عضو فاسكولار. وده اللي حصل، جبنا هنا علشان نفهم الباثوجينيسيس البلاسينتا. وتعالوا نفهم مع بعض بالراحة ان الاوعية الدموية بتاعت الام، يعني الحتة دي هي بتاعت الام والحتة دي هي بتاعت البيبي. الأم عندها نوعين من الأوعية الدموية، نوع اسمه بيزل، ده بيسبلاي البيزل بارتس عندي، ما بيوصلش خالص، ما بيعديش الديسيدوا. أمال مين اللي بيعدي الديسيدوا لغاية الآخر زي ما أنا شايف؟ النوع ده من الأوعية الدموية اللي اسمه ذا سبايرال فيسلز. طب وهذه السبايرال فيسلز مهمتها إن هي إيه؟ مهمتها إن هي توصل للبيبي.
اللي هو هيبتدي بالكوريونيك فيلاي بتاعته بالتروفوبلاست، هيحاول ينفيد ديس ماتيرنال بلاد فيسل علشان يجيب البلاد سبلاي عندي له. طب بتحصل ازاي الحكايه دي؟ بتحصل على مدار تو ويفز اوف انفيجن. The first one of them, the first wave of invasion بتحصل عندي during implantation. ايه اللي بيحصل؟ ان التروفوبلاست بينفيد الماوث بتاع البلاد فاسل بالمنظر ده. ليه يا دكتور؟ علشان يجيب البلاد سبلاي. بس خدوا بالكم من حاجه، هو ما بينفيد الماوث عندي، البلاد بينزل في هذه السبيسز. السبيسز اللي عندي بين الديسيديوا وبين عندي الكوريونيك فيلاي، عارفين احنا هذه السبيسز بنسميها ايه؟ بنسميها ذا كوريو ديسيديوال سبيسز. ومن هنا بقى اللي بيحصل ديفيوجن من الاليمنتس المختلفه للفيتال فيسلز اللي هتروح تغذي عندي البيبي. طب والمشكله ايه؟ المشكله كانت بتحصل عندي على الاسبوع العشرين، ان حجم البيبي بيكبر جدا. يعني عارفين اول 20 اسبوع، عارفين البيبي على الاسبوع العشرين بيبقى حوالي كام؟ 400 ل 500 جرام. طب عارفين البيبي الفول تيرم كام؟ اكيد من 3 ل 3.5 كيلو جرام. ان اول 20 اسبوع انت قعدت فيهم علشان تكبر 500 جرام، تاني 20 اسبوع كبرت 6 اضعاف هذا الحجم. بما معناه ان البيبي عندي هيبقى عنده احتياج قوي جدا، وده اللي يضطر عندي ان يحصل another او second wave invasion. يبتدي بقى عندي التروفوبلاست مش ينفيد بس الماوث اوف بلاد فيسل، لا ده يبتدي ياكل في الميديا اوف ذا سبايرال فيسل. ذا ميديا اوف ذا سبايرال فيسل ليه؟ علشان يوسعها، علشان يحولها من structures like the artery اللي الميديا فيه بتبقى thick الى structure، لا محدش يقول لي vein، ال vein blood supply الناحية التانية، الى عندي sinuses البلاد فلو فيها عالي وريزيستنس قليل. وكل ده لمصلحة مين؟ لمصلحة البيبي علشان يكبر. امال ايه المشكلة اللي بتحصل عندي بقى؟ المشكلة اللي بتحصل في البري إكلامسيا ان في عندي failure of that remodeling of the spiral vessels. يعني ايه؟ يعني السبايرال فيسلز دي بتضيق. طب وما بتضيق البيبي يعاني، يبتدي يعاني من هايبوكسيا، وده يعمل عليه اوكسيديتيف ستريس عندي عنيف. وبالمناسبة لا يمكن عندي البلاسينتا تسمح عندي بحدوث مثل هذا الاوكسيديتيف ستريس للبيبي، لا يمكن تسمح له بالهايبوكسيا، لان المين فانكشن بتاعها هي ان هي تكبر البيبي. عشان كده هنلاقي ريسبونس غريب من الاكزاجيريتد انجيوجينيسيس. يعني ايه؟ يعني هتبتدي عندي الفيلاي تطلع عندي برودكتس كتيره جدا، placental growth factor وvascular endothelial growth factors. تعمل ايه هذه الجروث فاكتور؟ تعمل عندي انجيوجينيسيس عندي عنيف، وتخلي الفاسكوليتشر عندي ابنورمال. وهي دي المشكله. المشكله بتحصل عندي من رد الفعل العنيف بتاع البلاسينتا، وان يبتدي يحصل بلاد فلو عنيف جدا ابطو ان يحصل عندي بليدنج، فيبتدي يحصل رد فعل اعنف، رد فعل معاكس. يعني ايه يا دكتور رد فعل معاكس؟ يعني يبتدي يحصل ان البلاسينتا تطلع انتي انجيوجينيك فاكتورز بعنف وبزياده علشان تسيطر على الاوعيه الدمويه اللي عماله تفتح دي. فنلاقي ان هي تطلع مواد زي السولوبل اف ام اس لايك تيروزين كاينيز 1، وتطلع عندي حاجه زي الاندوجولين اللي هم بيعملوا انتي انجيوجينيسيس، ويكون المحصلة النهائية لهذه القصة كلها ان يحصل فازوسبازم عنيف في الأوعية الدموية. ومش هي دي المشكلة بقى. المشكلة ايه اللي خلى هذا الفازوسبازم ينتقل من حاجة لوكال موجودة فقط عندي في اليوترس في البلاسينتا لحاجة سيستميك تأفكت عندي كل الأوعية الدموية بتاعت كل الأورجانز عندي of the muscle؟ علشان كده هذا الموضوع is not local, it is a
systemic multi-system progressive disorder. بس قبل ما نخش في القصة دي تعالوا نرجع نستوعب تاني عندي القصة الأولانية اللي بتحصل في البلاسنتا. يبقى number one ان في failure of the remodeling of the spiral arteries علشان تكفي البيبي. number two ان حصل exaggerated عندي angiogenesis وبقى في عندي أوعية دموية كتيرة جدا. number three ان البلاسينتا اخيرا عندي قالت لا للأوعية الدموية الكتيرة دي وابتدى يطلع anti angiogenic factors اخرى. وعلى فكرة بقى ده يحط الكونسبت بتاع ان احنا ممكن نقيس هذه المواد وصاد بعضها ونشوف الريشيو بتاعها ونعرف العيانين اذا كانوا كيبابل او عندهم ريسك ان هم يجي لهم بري اكلامسيا ليتر اون ولا لا. وكل ده عمل ايه عندي؟ عمل مالتي سيستم بروجريسيف ديس اوردر. المشكله اللي حصلت في الاندوثيليوم دي بقت في كل مكان عندي في الجسم وبقت تعبر عن نفسها بالآتي: تعبر عن نفسها ب هايبرتنشن بسبب الفازوسبازم اللي موجود، وتعبر عن نفسها ببريتونوريا وإديمة بسبب الفاسكولار امبرميابيليتي وبسبب الاندوثيليوم اللي باظ. وبالمناسبة هقف هنا واقول لكم ان زمان كانت البريكلامسيا بتشخص بثلاثية، يقول لك this is the disease characterized by the occurrence of hypertension, proteinuria and edema in the patient for the first time in the second half of pregnancy. اخدت بالكم ان احنا في الديفينيشن الحديث لغينا عندي قصة الاديمة ده ايه؟ وايه كمان؟ وابتدى يحصل عندي generalized and organ dysfunction، مش بس عندي في الام، لا ده كمان في الفيتس، بقى عندي الباثولوجي في كل مكان والcomplications بقت موجودة في كل مكان نتيجة للgeneralized endothelial dysfunction دي. طب وحد يقول لي هي دي الثيوري الوحيدة اللي موجودة عندي؟ لا ده في other theories كتيرة جدا غير ان في مشكلة عندي في الانجيوجينيسيس والانتي انجيوجينيك فاكتورز. تعالوا ندرس مع بعض. ادي البلاد فاسل اللي مفروض يعمل عندي انفيجن، ادي عندي التروفوبلاست بتاعة البيبي اللي رايحة للديسيدوا بتاعة عندي الام. المشكلة فين؟ المشكلة هنا. المشكلة ان بقى في عندي نوع من انواع الفازو سبازم، البلاد فاسل قفل. فعشان كده اما جينا نفكر عندي قلنا المشكلة اكيد في هذه المنطقة. طب ناخدها كده واحد واحد. اول حاجة تعال ندرس البلاد فاسلز قبل ما ندرس عندي التروفوبلاست. فنكتشف ان البلاد فاسل دي متغلفة بمين؟ باندوثيليوم. وكمان البلاد فاسل عليها من بره ايه؟ عليها سموث ماسل لير اللي هي الميديا. يبقى احتمال يبقى العيب في حاجة من الاتنين دول. تعالوا نمسك الاندوثيليوم. ايه اللي بيخلي البلاد فلو في الاوعية الدموية كويس؟ ان في عندي بالانس ما بين عندي الحاجات اللي بتعمل فازو ديلاتيشن واللوكال فاكتورز اللي بتطلع من الاندوثيليوم اللي بتطلع بتعمل عندي فازو كونستريكشن. One of the theories of preeclampsia ان في لخبطة عندي في اللوكال بروستاجلاندين ريشيو. مين اللي زاد؟ الحاجات اللي بتعمل فازوسبازم زي البروستاجلاندين اف 2 الفا، زي الثرومبوكسان اي 2، زي الاندوثيلين. مين اللي قل؟ الحاجات اللي بتعمل فازودايلاتيشن زي البروستاجلاندين اي 2، زي البروستاسايكلين، زي النيتريك اوكسايدز. وده هيعمل لي بعد شويه الكونسبت المشهور جدا ان اشهر دواء فور بروفلاكسز هو بيبي اسبرين، مش مجرد اكتر من كده. هذا البيبي اسبرين هنشوف بعد شويه ازاي بيعدل هذا البالانس ويقلل من الفازو كونستريكتورز ويزود من الفازو دايليترز. نخش على اللي بعديه. ايه اللي بعديه؟ السموث ماسلز عندي. طيب الكنترول بتاع البلاد فاسل في الجسم كله يا اما بيبقى لوكالي عن طريق الفاكتورز اللي طالع من الاندوثيليوم ده، يا اما يبقى سيستيميكالي عن طريق هذه الماسلز اللي مغلفاه. مين اللي هيعمل لها هذا الكنترول؟ فاكرين
الاورجن اللي كنا موجود والتيشوز اللي موجوده جاست جنب الجلوميرولار ابريتس اللي هي بتطلع الرينين والانجيوتنسين والالديستيرون. علشان كده بنقول ان احتمال يكون في مشكله في الكنترول بتاع السيستميك كنترول بتاع المسلز بتاعت الاوعيه الدمويه، وفي عندي مشكله في الريليز اوف رينين انجيوتنسين الديستيرون، وده يبقى هو اللي يفسر كمان عندي ليه في سولت اند ووتر ريتنشن، وممكن كمان هو اللي يفسر ليه في عند العيانين دول بيبقى عندهم إديمة. طب وكل هذا الكلام يقول لي ايه؟ يقول لي خد بالك ان في عندي عيانين عرضه ان هم يجي لهم بري كلامس. من كل اللي انا درسته ده، المشاكل اللي في الاوعيه الدمويه عايزه لما ابقى موجود في العياده اركز عندي في العيانين اللي عندهم مشاكل فاسكولار. لايك مين؟ لايك العيانين اللي عندهم مشاكل مزمنه في الكلى، لايك العيانين اللي عندهم انجيوباثي بتوع البري جستيشنال دايابيتس ميليتس، لايك العيانين المشهورين بتوع الانتي فوسفوليبيد انتي بادي سيندروم، اللي لما تدرس عندي هذا الموضوع ولو جات لك عيانة عندها ريكارنت بريجننسي لوس خد بالك بسبب الانتي فوسفوليبيد سيندروم، خد بالك ان هي عرضة كمان يجي لها بري اكلامسي. ده حتى اما تدرس من ضمن الكرايتيريا بتاعت الانتي فوسفوليبيد انتي بادي سيندروم هتلاقي ان في عندي ريكارنت اوكيرنس اوف بري اكلامسيا او بلاسنتال ابربشن او اي جي ار. طيب هذه المنطقة عندي الزحمة اللي فيها اللي عملت عندي فازوسبازم في الأوعية الدموية، هل متهم بس البلاد فاسل؟ لا، متهم كمان عندي التروفوبلاست. بدليل ايه؟ بدليل ان لقينا ان العيانين اللي عندهم تروفوبلاست عندي كتير، لقينا ان هم عرضة يجي لهم بري اكلامسيا. لا مش كده وبس، ولان هو عرضه يجي لهم بري اكلامسيا قبل الاسبوع العشرين كمان، وده شيء غريب ونادر لان احنا لسه بنقول ان البري اكلامسيا ما بتحصلش الا بعد الاسبوع العشرين. لاحظنا الكلام ده في العيانين التوينز، لاحظنا الكلام ده في العيانين المولر بريجننسي فيزيكلر مول، لاحظنا الكلام ده في الار اتش انكومباتيبلتي هايدروس فيتاليس، لاحظنا الكلام ده في العيانين بولي هيدرامنس. كل العينين دول فيهم بليسنتات كبيرة أو فيهم كوريونيك فيلاي كتير، فيهم كوريونيك تيشو كتير. هل هذه الكوريونيك تيشو بتستفز عندي الكتيرة، بتستفز الأميون سيستم بتاع الأم؟ والله احتمال. خد بالك إن هذه الكوريونيك فيلاي بتبقى جاية منين؟ بتبقى جاية نصها من الأم ونصها عندي من الأب، والاب بالنسبة للام ده يعتبر ايه عندي؟ فورن. علشان كده هذه الفورن انتجنز اللي موجودة كل لما تزيد زي في هذه الحالات ممكن تستفز عندي الاميونولوجيكال سيستم وتعمل عندي انتجين انتيبادي كومبلكسز ممكن تترسب في الاوعية الدموية وتعمل فادوسباسم. اهي ثيوري. خد بالك ان البري اكلامسيا is called the disease of theories. Till now محدش عارف exactly ايه اللي بيحصل، ولا حد عارف exactly ايه اللي بيخلي الديزيز يبقى ينتقل من local الى ان هو يبقى systemic disease. مش كده مهم جدا ان اعرف؟ طالما مش عارف الباثوفيسيولوجي قوي او الباثوجينيسيس قوي، على الاقل مين البيشنتس العرضة ان هم يجي لهم بري اكلامسيا؟ مين عندي؟ نمرة واحد العيانين اللي عندهم medical disorders دي، نمرة اتنين العيانين اللي عندهم large volume of chorionic tissue، نمرة تلاتة العيانين اللي عندهم certain personal characters زي old age. ليه عندي؟ فاكرين ما دايما بنقول عندي في elderly patients الأرض عندي اللي هي deciduous بتشيخ بتعجز بالكنترول بتاعها الفاسكوليتشر؟ nulliparity، هذا الموضوع لا يصيب إلا البرايمي جرافيدز. خد بالك هو ممكن يتكرر بعد كده لأن عندي نسبة ريكارنس، تمام؟ يعني ممكن يجي في العيانة المالتي بارا، لكن
خد بالكم من حاجة بقى، اما جينا نشوف هو ليه بيجي في البرايم جراف ده وما جاش بعد كده، دي تسبورت الاميونولوجيكال ثيوري اللي انا كنت لسه بتكلم عليها دلوقتي، يفكرك بالميزلز بالمامس بالامراض اللي بتيجي مره وما تجيش تاني، زي ما يكون كده في لايف لونج سوليد اميونيتي. لكن لاحظنا بقى حاجه غريبه قوي، ان الست دي لو اتجوزت تاني واحد جديد ممكن يجي لها بري اكلامسي عندي في البيب الاولاني من هذا الزوج الجديد. يبقى ليه؟ لان هي بتتعرض لانتيجنز جديده منه. عشان كده اللفظ الاحلى من ان هي تبقى نالي بارا او برايمي جرافيدا هي برايمري برايمي باترنتي، الامومه الجديده للزوج لكل زوج عندي موجود. ماشي، مين تاني ريسك فاكتور غير الادفانسنج ايج وان هي تبقى برايمري جرافيدا؟ البوزيتيف فاميلي هيستوري، اكيد في عندي جيناتيك بري ديسبوزيشن. لان انت سمبلي سبيكينج هتقول لي الله، طب ما هي يعني ما هو كل الناس عندهم كوريونيك فيلاي وكل الناس عندي الاب يمثل 50% من هذه الابنورمال انتيجنز الام ما تعرفهاش، اشمعنى يعني العيانه دي اللي هيجي لها بري كلامسيا ودي لا؟ اما هو ممكن يكون في جيناتيك بريديسبوزيشن خلاها عرضه اكتر. واكيد من اخطر الحاجات اللي بتزود الضغط هي عندي الاوبيستي. يبقى طالما مش قادر اعرف الباثوجينيسيس بشكل كويس، على الاقل اعرف عندي مين هم الثلاثه جروبس اللي يمثلوا عندي الريسك فاكتورز بتاعتي. واخيرا دلوقتي بعد كل الشرح اللي احنا قلناه وبعد كل الباثوفيسيولوجي اللي احنا فهمناه بتاع البريكلامسيا، ينفع اقول ايه الكوركت ديفينيشن او ايه الاكزاكت كرايتيريا للدياجنوزس؟ دلوقتي عرفت فعلا ان هو مالتي سيستميك بروجريسيف ديس اوردر كاركترايزد باي اوكيرنس اوف نيو اونست اوف هايبرتنشن وذ ايذر بروتونوريا or end organ dysfunction, and all of these occurs in after 20 weeks of gestation in a previously normotensive female and exclusively occurs in primary gravidus. طبعا هذا التعريف القوي جدا انا محتاج اسمعه منكم في الامتحان الشفوي او اما اتكلم معاكم، هو ده التعريف الصح. لكن تعالوا نخش في تفاصيل. ايه هو تعريف الهايبرتنشن؟ سيستوليك بلاد بريشر اكتر من او يساوي 140، دايستوليك بلاد بريشر اكتر من او يساوي عندي 90 في 2 اوكيجنز ات ليست 4 اورز ابارت، هو ده القياس الصح بتاع الضغط العالي. يعني مش اي عيانه تيجي العياده قيس الضغط على ايه كده، لازم تستريح على الاقل في الاول 5 minutes and then يتقاس اول مرة and then بعد 4 hours يتقاس عندي للمرة التانية. طب افرق يا دكتور قسته ولقيته الرقم عالي، ده يكفي ان انا لو لقيت اكتر من 160 على 110 خلاص كده انا التشخيص من غير اي كريتيريا تانية، ده كمان كده تعتبر الحالة عندي سيفير. طيب وازاي اشخص عندي ان في بروتونوريا؟ والله هي اسهل حاجة ان احنا نعمل ديبستيك في اليورين، دي موجودة في كل مستشفى في كل عيادة، نحط الديبستيك ونطلعها برة لمدة 1 minute وحنشوف تغيرات في الالوان زي ما نشوف في الانفستيجيشن بتاع لون واحد بقى بلس، لونين بقى بلس 2، تلات الوان بقى بلس 3. ممكن الحاجة الأدق إن أنا أجمع اليورين في 24 hours وأشوف بروتينز أكتر من 0.3 جرام، أي مين أكتر من 300 ميلي جرام بير ديسيليتر، but this takes much time. عشان كده بقى أسرع طريقة موجودة دلوقتي هي إن just one spot إن أشوف البروتين على الكرياتينين ريشيو أكتر من 0.3 عندي. ماشي، طيب وايه تعريف الاند اورجان ديسفانكشن؟ تعالوا نشوف مع بعض الكريتيريا دي. ثرومبوسايتوبينيا بليتلس اقل من 100,000، يكون عندي رينال افكشن سيرم كرياتينين اكتر من 1.1 ملي جرام بيرسنت اور دبلينج عندي كل يوم ان ذا ابسنس اوف اذر رينال ديزيز، تقدر تفسر هذا الدبلينج او هذا هذه الزياده.
affection of the liver. Liver transaminases is at least double the normal. Affection of the heart and the lung, pulmonary edema. Affection of the brain, cerebral or visual symptoms. طب دكتور انا عايز اسالك سؤال، هو ينفع يبقى فيه هايبرتنشن بس من غير وجود بريتونوريا او من غير وجود اند اورجان ديسفانكشن؟ ايوه ده اللي قلنا عليه في البدايه، جستيشنال هايبرتنشن. طب دكتور ممكن اسالك سؤال تاني، ينفع عندي ان يحصل البريكلامسيا قبل الاسبوع العشرين في خمس احوال زي ما احنا شايفين؟ ايه هم؟ فاكرين لما لسه متكلمين ان يبقى عندي large amount of trophoblast؟ حد يقول لي بقى يفكرني ايه هم الاربع احوال؟ hydrocephalus, twins, polyhydramnios, vesicular mole. الله، امال ايه الحاجة الخامسة دي؟ الانتيفوسفوليبيد سيندروم. يبقى هما خمس احوال، أربعة related للهاي تروفوبلاست، وواحدة لوحدها الانتيفوسفوليبيد سيندروم. طب السؤال اللي بعديه، ينفع يا دكتور تبقى العيانة previously مش نورموتنسف؟ اه طبعا، لو هي العيانة عندها كرونيك هايبرتنشن، مريضة بطنة، وبعدين جالها سوبر امبوزد بري اكلامسيا، فاكرينها؟ طب السؤال الاخير، exclusively in prime gravida. طب ينفع يبقى في مالتي جرافيدا؟ عندي تلات احوال. الحالة الاولانية عندي ان هو يجي لها وهي برايم جرافيدا وبعدين يريكور، انا عندي ريكورنس ريت عالي من 30 لـ 50%. طب ما هي ما يتكرر لها في الابن التالي او التالت، طب ما هو كده اسمها مالتي جرافيدا ساعتها. طب ايه الاستثناء التاني ان هي ممكن تبقى مالتي جرافيدا؟ اهو لو هي عندها كرونيك هايبرتنشن. انا اعتقد ان الاسنشال او كرونيك هايبرتنشن ده بيجي في الناس الكبار شويه في السن، هتلاقي مثلا عندها 38 سنه، وفي الحاله دي هتلاقي معاها بيبي او اتنين او ثلاثه مالتي جرافيدا. طب ايه الكونديشن الاخير اللي ممكن تبقى فيه مالتي جرافيدا؟ ان هي لو كان معاها بيبي من الزوج الاول وبيبي تاني من الزوج الاول، اتطلقت منه واتجوزت واحد جديد وبقى معاها عندي البيبي نمرة ثلاثة، لكن بالنسبة لهذا الزوج الجديد يعتبر البيبي الايه؟ الاول. فاكرين اما قلنا هي ملهاش علاقة بالبرايمي باريتي قد ما ليها علاقة بالبرايمي باترنتي، الامومة من زوج جديد لأول مرة.